هذا كما استقبل رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو نائب رئيس البنك الأفريقي للتنمية المكلف بالكهرباء والطاقة أمادو أوت. وكانت هذه المقابلة سمحت بالتطرق إلى العديد من الملفات التي تربط البلاد بالبنك. عائشة خليل بلال. في إطار مراجعة المشاريع التنموية بالبلاد، استقبل فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو السيد أمادو هوت نائب رئيس البنك الأفريقي للتنمية المكلف بالكهرباء والطاقة والإرصاد الجوي والساحة الخضراء. اللقاء الذي تم بحضور الأمين العام برئاسة الجمهورية ناغوم ياماسوم ووزير الاقتصاد والتخطيط والتنمية إنجيتو سيلي والمديرة النائبة للمكتب المدني برئاسة الجمهورية أميرة ديبي إتنو، تناول من خلاله السيد أمادو هوت مجمل القضايا المالية والاقتصادية والمشاريع التي سيقوم بها البنك الأفريقي للتنمية في القارة الإفريقية على وجه العموم ودولة تشاد على وجه الخصوص. مقابلة سمحت لرئيس الجمهورية معرفة حجم المشاريع التي سيمولها البنك، منها أحياء غطاء الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي وموضوع الطاقة ومحاربة الفقر وتحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي وتنمية القطاع الخاص والمساهمة في التكنولوجيا. فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو طلب من السيد أمادو تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك تمويل الاستثمارات الوطنية ومشاريع التكامل الاقتصادي. وبعد خروجه من اللقاء أدلى نائب رئيس البنك الأفريقي للتنمية المكلف بالكهرباء والطاقة والإرصاد الجوي والساحة الخضراء أمادو هوت، قال إنه جاء لرئيس الجمهورية وتحدث معه حول مساعدة تشاد في مجال الكهرباء. كما تعلمون إن تشاد تعاني من نقص في الكهرباء، لذلك نحن سنمول أول مشروع للكهرباء هو محطة الطاقة المتجددة لـ 32 ميجاوات بالعاصمة أنجمينا. وهناك أيضا مشروع إنساني هو ربط خط كهرباء من دولة الكاميرون إلى تشاد، وسنقوم بتحسين نوعية الشركة التشادية للكهرباء. كما أضاف السيد أمادو هود بأنه تناول مع رئيس الجمهورية موضوع توفير الكهرباء في المدن الريفية والطاقة المتجددة. كما تعلمون بأن تشاد تحملت كل هذه المشاريع بالتكلفة المالية الذاتية، ولكن من الآن فصاعدا ذكر هود بأن البنك سيساعد تشاد في مجال الكهرباء. كما أضاف بأنه تحدث مع رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو في مشاريع أخرى وهي الثروة الحيوانية والزراعة والصيد. ونذكر بأن مؤسسة البنك الأفريقي للتنمية تضم في جعبتها 80 دولة عضوة، ويقوم البنك بمساعدة المؤسسة المالية والفاعلين الاقتصاديين عبر جهودهم الرامية إلى تعبية الموارد المالية وتمويل المشاريع الإقليمية سواء الوطنية، ويسعى إلى تحقيق تطلعات القارة الأفريقية.